يا ويل. يا ويل. أنا جيت نورت البيت، قم فز وقت البيز يا ولد وعليلي البيت، سمعني صوت عيال وسقفة وحبيت زغريت. أنا الكبير هو الكبير، هو الكبير فلوس وسلاح وسطوة وجيش 3000 غفير، أقوى 100 مرة من الدب وصوتي صوت زئير، شموخ الصقر في السماء زكبت على بمكير، اخلط كل ده كوكتيل يطلع لك الكبير. كوكتيل خطير، كوكتيل خطير رضعت في طفل دني الناقة مش بودرة وعصير، عشانك ده طالع عصب ناشف شرس خطير، لعيب بلاي ستيشن أحرف من أي ود صغير. أو كان كبير، أو كان كبير كفاءة أحكم أي شعب مهما كان كتير، مهما كانت صفاته كان غني أو كان فقير، مهما كان علامة جاهل أو خريج فرير، يطيع الكبير يتكون محدود في بطن بير. Objection. 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 Yeah. Kid loves the cake and I'll be then you're on the please just give yourself a break. You can't even battle me 101 Mr. Fake. My rap is like an ocean while your rap is like a lake. كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي، وما تقلدش امينيم 50 سنت وسول جابوي، تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي، كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي. اسمع يا كبير، اسمع انت واقفل خشمك واخشع، فروسية نكسب في الحديد هرفع الكلمة بترفع، نوي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع، حتى في تحدي الراب بعد الكبير محدش يسمع، طعم التفاحة بعد الشكليطة ماسخ ما ينفع. جزرة وقطمها جحش. يا ويل. الو. ايوه يا حامد. حامد انت ما بتردش عليا، بتتهرب مني؟ النمره غلط يا اخ، انت النمره غلط. لا بقول لك ايه، ما تبصش عليا، مش عليا انا الحركات دي، فين الفلوس اللي عليك يا حامد؟ انت بتفهم منين يا عم؟ انت بقول لك النمره غلط، النمره غلط، ما بتفهمش عربي؟ نمبر رونج. يا ساتر. انت بتقفل السكه في وشي يا حامد؟ برضك هيقول لي حامد، مفيش حد حدانا خالص اسمه حامد، الرقم غلط. لا بقول لك ايه، هو انا كل ما اكلمك هتقول لي الرقم غلط؟ حامد بلاش الشغل ده معايا، يجيب الفلوس اللي عليك يا حامد معاك السليمه. اقول لك على حاجه زينه، اعمل معايا السليمه معالم رمم. نمره تاني. الو. مساء الخير. مساء النور. انا حامد، حد سال عليا؟ لا ده انت بتهزر، بتهزر، انت مين يا كوميدي؟ ايه كبير. انت طلعت خفيف قوي، انا مهزر معاك يا عم. انجز مين؟ انا راكب الحوت. حوت كير؟ الحوت اللي وقع منك. هو ابوك ما حركش عليا؟ ايوه 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 ايوه. لا مؤاخذه يا حاج، لا مؤاخذه، بس يعني كنت نايم والوقت متاخر وكل الناس نايمين دلوقتي. الوقت متاخر يا
يا عم؟ ده الساعة لسه ما جاتش 3 الفجر. يعني لسه اليوم ما ابتداش. أمرني يا عم الحاج، في حاجة ممكن أساعدك فيها؟ كنت عايز أشوفك يا أخي، وحشني. ده أنا ما شفتكش من ساعة ما كنت عيل صغير. أنت عارف إن أنا كنت بغير لك كفولة بنفسي، وأنت كنت عامل. مالهاش عايزة التفاصيل دي، مالهاش عايزة. أمرني. عايزك تجي المكتب. عشان نتكلم شوية في موضوع شغل. تمام، متى؟ بكرة. تمام؟ تمام. خلاص هستناك بكرة عندي. سلام عليكم. عليكم السلام. ده أنت باين إنك راجل تقيل. حامد حامد. يا كبير يا كبير. في إيه يا ولي؟ هو في حد كان بيتصل؟ أيوه في حد كان بيتصل. تخمدي. النهارده ما بينلوش نوم. اروح اتفرج على سبيس تون. الكبير وصل يا رجب بيه. خليه يتفضل. اوكي. تفضل حضرتك. يا ساتر. مساء الخير يا حاج رجب. اهلا 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 بابن الغالي. يا ده انت نسخه من ابوك الله يرحمه. خلاص يا حج. صحيح يا عالم، ده اللي خلف ما ماتش كوره. جد قلبي دي. على فكره يعني ابويا ياما كلمني عنك. كلمك قال لك يا ابني ده اللي بيني وبين ابوك ما يتحكيش. اقعد اقعد اتفضل يا كبير اقعد. اهلا اهلا اهلا. يا ابني اللي عملته ده؟ والله ماني ما عملتش حاجه. يبقى في حد غريب بيننا بقى هنا. انت اللي بتعمل كده. معلش يا ابني صبطني ماشي عليا شويه. ربنا يديك الصحه، هي تبقى غازات. انت صدقتني يا كبير، دي لعبه. انا مسجل الصوت هنا على الموبايل ده واحب العب بيها مع الناس، احب اعمل في الناس مقالب، مقالب طوب. روش يعني بتروش. نفس الكلام نفس الوزن ولا ده منها تبقى ليله سودة. امرني يا حاج عاوز ايه؟ على رأيك نقول بقيمته الشغل، لأن أنا موضب لك سهرة جنن. لا لا عذرني أنا من جو السهرات دي، لازم نعاود البلد النهاردة. يا ابني أنت مالك؟ أنا طالع جد لمين؟ ده أبوك كان هلس وآخر مسخرة. ربنا يحفظك يا باشا، ربنا يحفظك، ما تدوسش عليه غير الرحمة. أمرني يا حج. الغرض أنا وأبوك الله يرحمه عملنا شركة مع بعض من 10 سنين، وكنت متعود إن أنا أبعت له الأرباح بتاعته كل سنة. ودلوقتي طبعا عايز ابعت لك الارباح بتاعتك انت كمان كل سنه، ولو تحب يا ابني نصفي ونفضها على البركه برضه. والله انا ما اعرفش اقول لك ايه يعني، ما بقيش كيفك ناس في الدنيا خلاص، دلوقتي اللي يطول ياكل اخوه ياكله يعني، انا تحت امرك اللي تامر بيه. عيب يا كبير ما تقولش كده، انت زي ابني بالظبط، انت من ريحه الحبايب يا كبير. خد لك سيجاره واديني سيجاره من العلبه دي. ماشي يا حاج. يا حاج يا حاج. الله ما تفك كده كبير، مالك متجبس؟ سخسخ كده. كرمني تقول لي سخسخ. قول لي اخبار اخوك جوني. جوني؟ انت تعرف جوني؟ انت شكلك انت وابوي كنتوا كيف راسين في الطاقيه. احنا عشت عمر كبير. استنى ده انا عندي شويه صور لابوك هتعجبك قوي. ايوه تونة ناعمة وحلوة وموت فيها. ده مؤاخذة كبير، أنت عارف لو سبت التونة لوحدها تحمد وتبوظ. تبوظ؟ تبوظك من خدك. مش عيب تقلش مع واحد سن أبوك؟ أنا آسف، أنا قلت يعني أجاري الجو يعني. جاري كبير جاري. خد ألعب بدون لغاية ما أجي لك. بما إن راجل خلل. يا وقع مربربة. ده باين مرار طافح. طبعا ما انتش فاهم حاجة. لا ما فهمش. ده أكبر مقلب عملته في أبوك. في يوم من أيام من 25 سنة. 25 سنة كيف؟ من 15 سنة. لا بردك مش منطقية. يوم من الأيام وخلاص لقيت أبوك داخل عليا من باب المكتب.
اتفضل يا حاج. انت ازيك يا سلوى؟ تمام يا حاج. تحب تشرب ايه؟ والله لو من يديك الحلوين يبقى فنجان قهوه وش تقيل مع الشالس غير بسكينه معجون. من عينيا يا باشا. حبيب قلبي بقول لك عاوز البن بتاع رجب مش البن بتاع الضيوف. لا ضيوف ايه؟ هو انت برضه ضيوف يا حاج؟ هو ده العشم ده احنا يا ما حاربنا سوا. اديله. اهلا 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 كبير رجب صديق السوق. سوق الخضار. ما تبطل جلسه عادي يا رجب، بطل جلسه. ايه يا عم غطسان فين اللي من دول؟ مشاغل مشاغل كتيره. مشاغل كتيره. طب ايه رايك ان انت حظك في رجليك؟ مش معنى لان النهارده معزوم على حفله عيد ميلاد بتاع واحده صاحبتي عاملاه في الفيلا بتاع بنت خالتها في المنصوريه. ايه رايك جاي معايا الطلعه دي؟ والله كان بودي بس انت عارف يعني جو الطرط والطراطير ونجر ورا بعضينا قطر والدلع يا حبيبي على الساحه وجو ده ما بقاش فيه صحه. انا بنجز على طول. ما انا عارف ان انت بتنجز على طول عشان كده هي عاملاها اتضيق. اتضيق كيف يعني؟ انا وهي وانت وبنت خالتها. ما تقول كده. اذا كان كده يبقى ليتس دوت يا صديق السوق. سوق ثلاث. بطل جلش عادي يا اخي بطل جلش. وبعدين يا رجب بقالنا ساعتين قاعدين هم مش نازلين. لا طالعين. حب على يدك كفايه جلش. قرية كبير الليل لسه في اولها وبعدين يعني هم بيظبطوا الميك اب. انت عارف يا كبير الستان لازم يظبطوا الميك اب. ميك اب ايه يا عمي؟ دول لو بيمحروا شقه كانوا خلصوا. لا كانوا بياضوا. بس 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 احسن قوم. ومين التريلا القلاب دي؟ دي بنت خالتها. ده اللي عديق يا رجب؟ ده اللي عديق؟ اهلا 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 تفضلوا تفضلوا. اهلا يا بنات. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ اهلا يا رورو عامل ايه؟ انا كويس قوي. ايه ده؟ ايه؟ ده انت خصيتي خالص. اه منك انت يا بكاش. خليني اعرفك بقى بصديق عمري الكبير قوي 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 عشرة عمر. مفيش حاجه غلط عملتها في حياتي الا لما كان معايا فيها. يا كبير خليني اعرفك بشهوير. هاي. اهلا وسهلا. وما هي طاز؟ هي ايه؟ قلت لك ما هي ايه. كل سنه طيبه يا حبيبتي. وانت طيب يا روح قلبي. بنحب بعض قوي. اسعد بخيت ببخيتي. منوره يا مهطاز. ميرسي. قوم يا رجب وديني الحمام يا رجب. استنى هوديك انا. نزلي يدك حواليا. خلاص خلاص انا هوديه. هو انا غريب عن البيت؟ انا عارف السكه. اتفضل يا كبير. كفايه الضحكه دي. خلاص مش هضحك تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ شفتي زي ايه ازاي؟ صحته حلوه قوي. واو فيري فيري سترونج. ايه يا رجب؟ ايه يا عم الكبير؟ البنت جميله ورقيقه وزي الفل. انت تستهبل، انت جايبني تعمل فيها مقلب. مقلب؟ انت متضايق منها تخينه حبتين؟ لعلمك بقى يا كبير الست كل ما تملى معاك يبقى احسن. بتملى ولا تتنيل ولا تتجوزها؟ نوع الستات ده انخرط، دي عامله زي شغل الموبيليا الدمياط بتاع زمان، خشب عريض. تنجيد قط بس فين ما تغوط زي الشغل السيء بتاع دلوقتي. ما يخصنيش الكلام ده، انا عايز امشي دلوق حالا. مش فاهم قول بشويش فاهم. عاوز امشي دلوق حالا. اوكي. خلاص مش عارف. بص دي بقى هي نص ساعه هنقضيها بالطول والعرض وبعدين نتكل على الله. ها ماشي ماشي بس اسمع شرط واحد ما تفرقليش لحظه. وانا ثانيه واحده بس يلا بينا بقى احسن احنا سايبين البنات بقى لها كتير كتير مشلتت. انت راجل جالس لازم نقطع معاك. وي طحينا من النوم. لما اخذ يا بنات اتاخرنا عليكم. ولا يهمك يا رجبتي يا حبيبي.
شفيتم؟ شفيتم؟ أيوة. صهوير تعالي يا حبيبتي عشان اديكي هدية عيد ميلادك. اي ناجي راجع اقعد. خلاص خلاص مش هديها الهدية، هعلمها الساعة 5 دقايق وراجع على طول. ماشي؟ ماشي ماشي ولا قاعد؟ طايق قلش طايق قلش الله يعينك. خد هنا خد هنا. تعالى قول لي انت مين؟ من الصعيد. واو صعيدي؟ بموت في صعيدة، بحبوا الجنوب كلهم. قول لي منين سعيد؟ من بلدك ده يعني. أيوة اسمها إيه يعني؟ أنا أعرف كل البلاد. اسمها المزاريطة. إيه؟ المزاريطة. في بلد اسمها المزاريطة؟ ده اسم ده؟ يا سلام مستغرباه قوي؟ يعني إيه مهيطاز؟ لا ده اسم تركي معناه الزهرة متفجرة الأنوثة. لا بجد حقيقي، أصل أنا فيا عرق تركي. قصدك عرق بتلو. فكرت يا اخواتي شربات شربات حي بجد. تيزا جت من تركيا. تيزا جت من تركيا على اسكندرية أيام الملك فاروق، وقعدت هناك لحد ما بقى عمري 16 سنة، كل طفولتي قضيتها هناك. لا يا شيخ بس ما أقولكش بقى، كنت على طول بين ميكروجيب وبين ميني جيب والدكلتي والهوت شورت. ما أقولكش على يا ستار يا رب يا ستار. أنا حتى كانوا مسميني في اسكندرية فاتنة الإسكندرية. قصدك ميناء الإسكندرية. طرماي الإسكندرية. رجب حوش صاحبك عني. تتبلى علي يا ولية. رجب صاحبك جنني. ادي كمان. لقيت لك بقى شلة الشباب دي في العربية عمالين يكسروا عليا ويزنقوا عليا وخلاص هلبس. قلت لا ما بدهاش، رحت ضربه ايدي تحت الكرسي اللي جنبي مطلعه المفتاح بتاع العجل الصليبه ده. عارفه عارفه عارفه. ورحت فاتحه باب العربيه ونازله بقى، قلت لهم لا ده انتوا مستقصديني بقى، ده انتوا ان شاء الله كده ان شاء الله بتسقموا عليا. تجيب عيل ضربه برشام ولا سكرانين ولا حاجه؟ بضرب بعيني كده هو يا حبيبي. بس لقيت لك عربيه الاتاري معديه، قعدت رادي عليهم اقول لهم يا اتاري يا اتاري يا اتاري. اتاريهم منفضين لي بس انا سديت. يا وليه حرام عليك، كلت نفوخ يا وليه كلت نفوخ بجد. انت تاكل في نفوخك يعني تتاثر فيك؟ من اي حاجه اقولها لك تجيبها لي ناحيه قله الحياه. ما تهدي يا ولية اهدي. انت اللي هادي زياده عن اللزوم، انت اللي هادي قوي. زيادتي كبت. الله الاغنيه دي حلوه قوي، ارجوك تعالى قوم ارقص عليها. نزلي يدك نزلي يدك قوم نرقص عليها. قومني. عايزين سلب عشان اقومك. عاوز سلب. قومني معاك. انت اتزحلقت ووقعت وكنت هتموت، انا كنت فاكرها بقيت الرقصه وانك اتدمجت. تاني الضحكه دي تاني والله اقفش عليك. ايه القمر ده؟ انت نشفت وبقيت فله
والروب بتاعي هاكل منك حته. متشكرين يا حجه، متشكرين على الروب. عايز اقول لك ان انت كنت في البسين ايه زي القرموط. امسكوا من هنا يزفلت من هنا، امسكوا من هنا يزفلت من هنا. ما تهدي يا ولية، اهدي. خلاص بقى يا كبير، ما تعجننش اليوم، يوم من عمري. قوم من جنبي مش ناقص. خلاص انا هقوم فعلا، لان انا عايز اوري عربيتي الجديده لشهوير. ايه ده، انت جبت عربية جديدة؟ امال ايه، وستة سلندر والماني، دي عليها حتة صالون، صالون برغوة. رغوة متوحشة. شربات جالس دمك شربات، دمك شربات، مش ممكن. عايز اقول لك وانت بترقص وعمال تعمل افانسيهات كده شمال ويمين وورا، ايه بتاعت ورا دي؟ وايه الزحلقة دي؟ مايكل جاكسون يا اخواتي. يا ولي انا كنت اكعبل واموت. لا بعد الشر عليك، ما تقولش كده في وشي. مالك فيه؟ اصلا انا حاسس قليل قوي مع الرجاله. اول راجل عرفته كان جسر ابن عمي ومات برضو وانا بهزر معاه زيك كده. وقع في البول؟ لا، وقع من فوق كوبري الساحل. لا اله الا الله. بس انا قلت عادي، اي واحده بتهزر مع البوي فريند بتاعها ممكن يحصل كده. خلاص خلاص، مش لازم تفاصيل يعني، بطني مقلوبه. بس الحمد لله ربنا كرمني بواحد زي الفل، اتجوزته اسمه سعيد سينجر. وده مات برضك؟ لا بعد الشر عليه، هو بس اللي بينطق ولا بيتحرك ولا اي حاجه، يا دوب نفس داخل طالع بس. عملت فيه ايه يا ولي؟ انا ما عملتش حاجه، ده هو اول يوم جواز، انا ايه بحب اتمرح كده على السرير واتقلب براحتي. خلاص خلاص الله يرحمه، مات مكوي. ما كانش قصدي، انا كنت بتقلب. وانت الغلط مش عليكي، هو اللي غبي، حد يوقف قدام القطر ويزعل انه داس. انا قلت بقى اتعلم من اخطائي واجيب سريرين في الاوضه عشان الجوازه الثالثه كل واحد يتقلب براحته بقى. هو لسه فيه تاني؟ اه يا اخويا، صبح البشبيشي ربنا يفك سجنه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك شعرك حلو قوي. ميرسي يا روحي. صوري النهارده عشان عيد ميلادك عينيك حلوت قوي. ده عشان عيونك حلوه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك شفايفك احلوت قوي. يا نهار اسود. ايه مين ده اللي في العربيه؟ ده اخو مهيطاز. ويعني لما يبقى اخو مهيطاز اسمه ايه دي؟ ده شراني اللي جابه على سهوه. سهوه؟ ده باين عليها تقلب سهوه ساده. خبيني. سندار؟ مين ده؟ اخويا. اخوكي؟ يا سفلة يا حيوانة. ما تفهمنيش غلط، ده الجناين الجديد ولسه متفقين على الشغل، يعني لا زرع ولا قلعه. ده الجنايني. ايوه. اه يا فجرة. وانت بتعرف؟ اثبت عنديك، انت متعرفش انا مين؟ انت حتكون مين يعني؟ انا اللي هعملها معاك، انا الكبير قوي قوي قوي. اه وبص يا سيدي، ابوك ما كانش قدامه غير حل من الاثنين، يا يدخل الحجز يا يتجوزها. ودخل الحجز؟ لا طبعا اتجوزها. اخس اخس على ايه؟ اتجوزها لمده اسبوع وبعدين طلعها. وابوي ده ايه؟ كل ما يلقى نفسه فاضي يروح يتجوز شويه. دي اسهل جوازة عملها في حياته. طب ده مر ابوك ده بقى. خلاص 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 يا حاج، وحياة والدك يا اخي خلاص. صورة ابوي ما نكسرش شويه. ايه؟ تشويه يعني بالصعيدي. لا ما تمسك العيال دي بتعمل ايه؟ تقول ايه؟ اشرب. خلاص يا ابني خلاص، ليه ليه رايحك؟ بص ما ننساش وانت خارج تعدي على المحاسب، شوف فلوسك وتشوف الاوراق اللي انت عايزها. كتر الف خيرك يا ريس. بس انا ما يرضينيش انك تمشي وانت زعلان كده، اقعد اطلب لك فنجان قهوه واشرب سيجاره. خد سيجاره يا حبيبي. لا انا يعني قهوه مش هينفع، ممكن اخد سيجاره. انا اول ما قلب عليك تعملها دي. اهدى.